هلا والله، عمر دبور وياكم من فلوق دسم، اللي من خلاله راح نسافر لكل محافظات العراق ونتعرف على مجتمعاته ونجرب أشهر الأكلات ونتذوق نكهة هذا البلد العظيم. وأكيد الأكل هو الشيء اللي يجمعنا دائما بغض النظر عن هويتك أو من وين راح تكون. مرحبا ويا هلا بكم، أنا اليوم وياكم عمر دبور من فلوق دسم، تحديدا ببغداد ثورة مدينة الصدر. احنا بجميلة، تحديدا من موقع زامل ابو الداطلي او ابو الداطلي ولبن، اكله شويه غريبه من السبعينات لهاي اللحظه. هذا مكانه وهذا موقعه ما تغير. هاي الداطليه اللي تصير بالبيت يجهزوها بالبيت يطلعوها برا على نظافتها وشكلها اللي يطلع بهالطريقه. هاي الداطلي هو عجين طحين يتخلى بتشيس ماش، يصير بالشكل اللي تريده اللي شفناه قبل شويه. هسه مشتهر هواي فنانين اجوا اكلوا من يمه، قريب على بيت ماجد المهندس تقريبا. كوميكس مين وصف لازم تجرب. يلا وهسه وصلنا احنا وياكم تقاطع البنزين خانه او تقاطع المصدر المعروف بحيويته على مدار 24 ساعه، يقدم الاكلات المختلفه من السياح، البيض، المخالم، المشاوي بكل انواعها. تعالوا انا خلينا نجرب هاي الاكلات المختلفه. يلا. مدينه الصدر مدينه عدد سكانها يتجاوز 4 مليون نسمه، وتمتاز بطابعها الشعبي وكثره اليد العامله الموجوده فيها. ممكن تستثمر يومك على مدار 24 ساعة داخل المدينة وما راح تخلص. وأسر احنا بدنا نفسنا بنفسنا. تجربة عظيمة انه انت تشوف اكلك يستوي قدام عينك وانت بمزاجك ايش قد تريده، نص ستاو، ستاو كامل، هاي بعد يمك. تجي شكلها بزلاطة منها نملح شوية وسهمكم العافية. طعم ولا اروع، كلش عظيم طعم اللحم بيها وواضح. لا يا اخي من طيبه هاي الناس حتى حساب اللفات ما يقبل ياخذ. ناس طيبه هوايه هوايه طيبه. شكرا جزيلا، شكرا على حسن الضيافه. وهوايه عالم تيجي بهذا المكان، منها عامل، منها طبيب، منها محامي، هواي مختلف طبقات المجتمع تيجي تاكل من المصدر. يعني يقولون ببساطة على طيبته. أحد الناس اللي هنا قاعدين يأكلون بالمصدر. أنا أحكي. أي أخوي. شو قلبك؟ إحنا لا راح مطاعم ولا شيء. أي. شيش بالفونوس. شيش بالفونوس. اختم نفسك بنفسك. بعد روح. لذة، نظافة. حلو. كيف لك الله. تأكل لك نفر بستة. نفر كامل بستة لذة. ستة. يا رخص الدنيا. فشي نظيف. يا محلات. لا نطب الزرزو. أبد. ولا نعبل المصور. ولا نطب القبور. أبد. أبد. ثلاثة ما يفوتين. وهسه رايحين ناكل السياح، واحدة من الأكلات السومرية اللي اشتهرت بالجنوب ووصلت البغداد للمدينة. ولهذا يومك من تريد تاكل السياح ما تروح غير للمصدر. وبعد ما خلصت السياحة اللي هي عجين طحين سمنة، خقوها وصير بهالطريقة هاي، والمخلمة دا تنتظرنا. خل نروح ناكل يلا. شون صار الطبق جاهز عندنا. هاي الاكله اللي هي علامه من علامات المصدر. اول ما تطلب المصدر يقول لك سياح، طعم السياحه وحده بالشاي كم طيب، بس البيض يعطي نكهه ثانيه. الزلاطه مالتهم بهالبساطه، هاي خيارات، طماطات، ترشيات، كلش بسيطه. عاشت ايدك على السياحه والبيض هاي. بعد ما خلصنا الاكل بالمصدر توجهنا لصديقنا اركان، احد الشباب المشاركين بالمبادرات داخل المدينه، لجنه كافل اليتيم قطاع 41. المبادرات اللي نقوم بها يعني جهود ذاتيه ومساعده الاهالي، يعني الشغله كلش بسيطه انه احنا نروح على البيوت ناخذ منهم مبالغ بسيطه اللي يقدر عليه. شيء اختياري هذا؟ اختياري طبعا. اي واحنا مسجلين قوائم وعندنا اليه معينه نعمل بها، نجمعهن وننطي العوائل المتعففه اللي موجوده داخل هذا القطاع. داخل القطاع. أي. كل القطاعات ماشيه على هذا النظام؟ اغلب تقريبا شغل. تقريبا كل القطاعات تعمل بهذا النظام. يعني ما تابعين جهه حكوميه وتدعم من جهه حكوميه؟ لا ابد، لا ماكو شيء ذاتي. دعم ذاتي هو من خلال الناس، احنا ندعم نفسنا. شلون نقول توارثناها يعني ابن عن جد
على شباب القطاع على اعمار المختلفه، واحد سلم الله جيل الجيل يعني هو دائما الشباب هم قائمين بهذا العمل. الله يديهم ويعطيهم الصحه والعافيه ويطول اعمارهم ويخليهم ذخر القطاعاتهم والناسهم الطيبه اللي تدعي لهم دائما بالخير على هيك على هيك اشياء طيبه تشبههم. يعطيكم الصحه والعافيه، خليكم ويانا، خلينا نكمل جولتنا. يلا ويانا. وهسه احنا بسوق الحي تحديدا من يم ابو ليلى ابو الكبه المشهوره، اللي وين ما تروح تسال بالمدينه راح يقولوا لك كبه ابو ليلى رقم واحد. من ساعه انتين تنتظره لحد ما يصب لك ويجيب سيارته هو خال الكبه يوزعها. وهسه وصلنا احنا وياكم يم عم ابو ليلى. عم ابو ليلى شنو مكونات هاي كبتك عم اللحم اللي تخليه؟ جريش ولحم عجين وخبطه تحتاني مال غنم. تحتاني مال غنم؟ نخلي فيه شلون نقول التبولات مالتها مال البهارات من 97 احنا هنا. من 97؟ من 97 هذا مكانك؟ هذا مكانك. ما عندك غير هي بس هاي المهنه؟ لا هي هاي رزقنا ورزق هالعمال وهال كلنا نصلي. يعطيك الصحه والعافيه. رتب لنا عمو مني لك ماعون، خلينا نجرب هاي الكبه. واكو نوع ثاني تشري بالكبه هو نفسه؟ اي تشري بالكبه. سوق؟ السوب على الصمونة والكوباية تنزل لك فدوى ليدك فدوى ليدك جربها منك عمو فدوى لوجهك فدوى عليك حبيبي. وهسه وصلنا لفقرة اكتشاف هاي الكبة. الطعام يعني هواي كلش ماكل كباب، وبس هاي كبة الجريش تختلف، بشرتها كلش خفيفة، مو ما تحس انه هي كبة كبة، كلش هواي لذيذة كلش. مكان كلش بسيط، من يوم ما فتح لهذا اليوم على هاي الوضعيه ما سوى اي شيء، ما عاد ما كبر شويه المحل حتى يستوعب اكثر ناس. اغلب العالم اللي تجي ناس عماله، ناس على باب الله، مختلف طبقات المجتمع اللي تجي لهذا المكان. تسال اي واحد بالشارع يعرف ابو ليلى، خاصه بالمدينه، يعني حتى على بغداد اكو عالم تعرف ابو ليلى وتتعنى له. من من الكرخ تجي للرصافه على مود، مثل ما سمعنا من عنده يقول النفسيه اهم شيء بالاكل، النفسيه، وهو ما شاء الله عليه نفسيه طيبه الى ابعد الحدود. نيويورك بغداد المدينه اللي متنا، هيك اقدر اوصف لكم مدينه الثوره. اغلبنا يروح المناطق الكرخي يتونس ويغير جو بيها، بس يجون من مناطق مختلفه من بغداد للمدينه يشون اكلهم بيديهم، لان هذا الشيء المميز بالسوق، انت تخدم نفسك بنفسك بحيث تشوف نفسك بين اقاربك مو ناس برا، سولف تدخل بنقاشات الناس اللي هنا هم مسوين هذا العالم مالتهم اللي ينفردون بيه عن كل شيء وينسون بيه كل شيء. بعد هاي الكبه العظيمه من نيد ابو ليلى ما راح اروح مكان ثاني ابدا قبل الفراش، بس قبل لا تروحون انتم ونروح احنا اكتبوا لنا بالتعليقات اسماء الاكلات المشتهره بمناطقكم وبمحافظاتكم، وين ما راح تكونون راح نوصل لكم. انا عمر دبور وياكم من فلوق دسم، انتظرونا بفلوق جديد، تصبحون على خير.